الحاضرين فيه وجماعة هذا المسجد المبارك لهم منا الشكر والتقدير، أن يبارك الله جهودهم ويوفق مساعيهم، وإننا لندعو لهم من رحاب البيت العتيق بأن ييسر الله أمورهم ويوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه، ويثبتنا وإياهم على الحق، ويجمع قلوبنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شكراً لكم ودعاء لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.